هاد 200 درهم وراه قصه عظيمه. 200 درهم الزرقاء منامر. هاد 200 درهم هي اللي وصلتنا للرتبه 94 في مؤشر الفساد، وللرتبه 123 في التصنيف العالمي للتنميه البشريه. هاد 200 درهم اللي كتشوفوا فيها، واللي كانت كتشري لكم قفه ديال اللحم والخضره والديسير وتشد بها الطاكسي وشيط لك الصرف، ولات ما تشري لك حتى ميكا ديال الخضره فيها نص كيلو ولا كيلو ديال الخضره. هاد 200 درهم في الحقيقه خاص اللي فهمها باللي هي راه 200 درهم ماشي 20 درهم، ما تبقاش دير لنا الفعايل ديال 20 درهم. هاد 200 درهم اللي ما بقاش تشري لك حتى 2 كيلو ديال اللحم، للاسف مازال كيتشرى بها واحد فيه 80 كيلو في الوزن نهار الانتخابات. هاد 200 درهم اللي كانت ثقيله ولكن انت دايرها في البسطام ديالك كتحس براسك هاز فلوس كثيره ومطمئن، ولات خفيفه اخف من الريش وكتطير اكثر من هذوك المؤثرين ديال تيك توك. هاد 200 درهم اللي كتغبر العام كامل وكيولي الوصول اليها اصعب حتى من الوصول الى كاس العالم، كتبان فجأة وبشكل مكثف متواصل أيام الانتخابات ويصبح الوصول إليها سهل المنال. هاد 200 درهم أو الزرقلاف كما كيسموها المغاربة هي للأسف اللي وصلت الشوارع ديالنا والزناقي ديالنا والوضع اللي نحن فيه إلى ما نحن فيه، وانتم كتشوفوا طبعا والشواهد كثيرة. هاد 200 درهم وكنكررها وكنعاود نكررها هي اللي وصلت هذوك الرؤساء المتابعين بالفساد لكراسي الرئاسة وخلاتهم يعيثون في الأرض فسادا. هاد 200 درهم شوفوا فيها بزاف باش تعقلوا عليها، تقدر تشري بها واحد منعدم الضمير، تشري بها مواطن مغلوب على أمره، لكن ما تقدرش تشري بها شرفاء هذا الوطن والناس اللي كيحبوا هذا الوطن. وبالمناسبة ملي كنتكلم على الشرفاء كنقول على أنه اليوم نحن محتاجين لهم، لأنه أينما وليت وجهك فتم حديث عن الفساد في جميع المجالات، وفي الحقيقة اليوماتية محتاجين للشرفاء هذا الوطن باش يديروا معنا ليد ويتعاونوا مع كاع الغيورين على هذه البلاد هذه باش نقدوها من مجموعة من المتربصين بها، سواء في الداخل هذو الذي يعيثون في الأرض فسادا أو في الأعداء ديالنا الخارجيين. حنا اليوماتية كمغاربة كنقولها وكنأكدها محتاجين إلى وقفة، ومحتاجين لواحد النقد ذاتي حقيقي، ومحتاجين لطرح سؤال واحد: اش بغينا والفين غاديين؟ بغيت نتكلم ونقول على انه اليوماتية وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي اللي كنعيشوه ونحن مقبلين على مجموعه من الالتزامات اللي غادي تثقل لنا الكاهل ديال الاسر المغربيه، واللي ما كلات هاد 200 درهم ساويه فيها حتى شي حاجه. مقبلين على العيد الكبير، مقبلين على العطله الصيفيه، مقبلين على الدخول المدرسي، وهذو كلهم رهانات كينتظروا المغاربة. وللأسف الشديد ملي كنسمعوا الهضرة ديال الحكومة كنسمعوا تكلم لنا على الوفرة، وفرة الخضر، وفرة الأغنام، وفرة كذا وفرة كذا. أنا بغيت نطرح سؤال واحد: مزيان الوفرة تكون، مزيان الخير موجود الحمد لله، ولكن واش هذه موجودة؟ المواطن راه ما عنده الدارية، المواطن ماكشي الوفرة اللي هي الإشكال ديالو، المواطن الإشكال ديالو واش غادي يدخل السوق وغادي يشري بحسناته كما كنقولوا بالحسانية باش غادي يشري، هذه راه ما كايناش، وإلا كاينة راه تبخرات ولات كتكون الدور ديال 20 درهم وديال 10 دراهم. المواطن اليوماتي خاصو تدخل حقيقي باش نقدوا القدرة الشرائية للمواطنين. حنا اللي كنتكلموا معاكم اليوماتية وكنتاميو للطبقة المتوسطة، راه والله العظيم إلا كنقولها وكنأكدها راه واصلة فينا العظم، راه ولينا متضاربين مع الحياة اليومية، ولينا متضاربين مع الفاتورات ديال الماء والضوء اللي كتوصل حتى ل 2000 درهم 1500 درهم وما كتفهمش حالاش، ولينا متضاربين مع مجموعة من الرهانات. وكنفتح قوس وكنقول غادي اللي كاين اللي غادي يقول لي أنت برلماني وأنت سياسي وكتكلم على هذا الشيء، غادي نقول له ودي أنا برلماني وسياسي، ولكن راه ماشي أغلب السياسيين أغنياء وماشي أغلب السياسيين مفسدين، أنا برلماني ولكن أنا أستاذ جامعي وعاني كما كيعانوا المغاربه، وكنقولها وكنأكدها عايشين بالكفاف والعفاف والغنى عن الناس. ولكن نحن بحال هكا فما بالك المواطن الذي لا دخل له؟ ما بالك المواطن الذي لا يتجاوز دخله 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم و 5000 درهم وكاري بها ومقري ولاده في الوقت اللي المواطنين اليوماتيه ما كيتمتعوش بصحه جيده، الولوج الحق، الولوج يعني المستشفيات العموميه.
حق الولوج للمدارس العموميه. شوف فين وصلت المستشفيات العموميه ديالنا والمدارس العموميه ديالنا. واليوم كل شيء متجه للخاص وكيتضارب مع الوقت باش يقري ولادو احسن قرايه في الوقت اللي للاسف الشديد في الدول اللي كنعتبروا نحن قدوه لنا الخاص كاع ما كاينش، كيعتبر بالنسبه لهم لا شيء، لانهم علاش كيقوي المؤسسات العموميه ديالهم، كيقوي المدارس العموميه ديالهم، كيقوي المستشفيات العموميه ديالهم، والناس ديالهم كتمتع بتغطيه صحه حقيقيه. اليوم تيا والله العظيم اللي كنتكلم وكنتكلم بكل اسى وبكل حرقه على هذا البلاد هذا وعلى هذا الوطن هذا وعلى فقراء هذا الوطن هذا وعلى الناس اللي غادي يعانوا في هذه الازمه هذه الحقيقيه. وحنا مقبلين على عيد الاضحى والحكومه تتكلم عن الوفره ديال رؤوس الاغنام، اي كاينه ولكن ماشي تشريها لي ب 70 يورو وتبيعها لي ب 3000 درهم ولا ب 3500 درهم. هنا فين يطرح السؤال وهنا فين خاصنا نتكلموا الحقيقه. وللحديث بقيه، تحياتي لكم والسلام عليكم.